نختم هذه الجولة القصيرة من أخيرة التيار من قولوا حسنا للكاتب الصحفي محجوب عروة. نقرأ ما تناوله اليوم في عموده تحت عنوان الاقتصاد السوداني بين الخيال والإرادة. في مقدمته تحدث عروة حول توصيات لجنة الاقتصاد في الحوار الوطني التي شملت محاورها تشخيص المشكلة الاقتصادية كمدخل في النظام الاقتصادي، في سياسات الاقتصاد الكلي، في القطاع الخارجي، في القطاع المصرفي، في القطاعات الانتاجية، في الإصلاح المؤسسي، في التنمية البشرية، في عدالة قسمة الموارد والثروة، ومحور القوانين الاقتصادية، وأخيراً محور الإجراءات العاجلة. ومضى يقول: كنت أتوقع من حكومة الحوار أن تدعو فورا لمناقشة هذه التوصيات، ولكن كعادتنا نضع التوصيات في الأرفف، وهو أحد الأسباب التي أدت إلى عدم نهوض اقتصادنا. وأشار عروة إلى أن كتابه المعنون بوهم الفقر يقصد به أننا نتوهم الفقر نسبة لامتلاكنا موارد بشرية ومادية وعقول مؤهلة. وأشار أيضا إلى أنه يعلم يقينا وجود أموال خارج الوطن لم تستخدم في دعم القطاعات الإنتاجية وبعضها في أدراج بعض المسؤولين، وعندما تعرضت للسرقة كانت فضائح بجلاجل. وقال: هذا غير النهب المصلح الذي برز بسبب عدم الشفافية والفساد. ختم متسائلا عن دور وزارة المالية التي أصبحت مجرد وزارة خزانة، إلى جانب تحول المؤسسات الاقتصادية إلى جزر معزولة مع تضارب مصالح بين جهات متعددة. ختم بتساؤل أخير مرير يقول: هل يمكن أن ينمو اقتصاد كهذا؟